يلتقي بالمرشح المثالي والرجل العصامي المكافح الذي أصبح حديث المجتمع في هذه الأيام، الأستاذ عتيج يعقوب المسيان، وموضوع حلقتنا دردشة انتخابية. أستاذ عتيج، في مستهل لقائنا يسعدنا أن تقدم نفسك للجمهور ولو بكلمتين. أولا أشكر برنامج باب وخوخة، وأشكر باب البرنامج وخوخته، وأحب أعطيكم نبذة بسيطة عن حياتي. نعم. عتيج المسيان، العمر 45. نعم. وترعرعت في فريج العتاوية، وأتذكر في بداية شبابي كنت أبيع شولان، وبعدين تطورت، طبعا اشتغلت مطرب، وانتقلت الوظائف من وظيفة لوظيفة ووظيفة نوعات إلى أن وصلت هالمواصيل الحمد لله وشكر الله، الحمد لله وشكر الله. ونزلت انتخابات وأنا ما نقدها وتورط، والله ينجيني منها إن شاء الله. هذا تواضع منك، وأنت إنسان تستحق كل تقدير. بالعكس أستاذ بخوخة، مو تواضع وهذا الواقع. أنا الحقيقة نازل انتخابات وكل أمل، الحقيقة أنما اللي حاصل إيش؟ أني أنا نازل بتحدي عناد حق بعض الناس. التواضع هذا شيء عظيم، ويمكن يكون أسباب شعبيتك في فريج العتاوية. والله هذا الواقع يا أستاذ بخوخة، خلنا أكون صريح شوي مع السادة المشاهدين. أنا عمري ما كنت سياسي ولا أفهم بالسياسة شيء، لكن مثل ما قلت لك عناد حق بعض الناس بس. المعروف عن الأستاذ عتيج أنه دائما في حديثه النكتة والطرفة تلقونها على لسانه. فأستاذ عتيج، شنو برنامجك القادم وشني مشاريعك للمجلس؟ والله لو أقول لك عندي برنامج معين أو مشروع معين أكون شذاذ. طيب كلمنا عن الأشياء اللي تحبها. أشياء كثيرة أحبها، أحب الطرب، أحب أغاني البحر، أحب أغنية دل اللول يا الولد يبني لفريد الأطرش. وشني حكمتك في الحياة؟ يا زارع الريحان فوق السطوحي لا تزرعها يا زي عدت روحي، أنا مؤمن فيها هذه. ما هي أو ما هو مبدئك في الحياة؟ احترام قوانين المرور. كلام جميل. ما هي مشاريعك المستقبلية؟ المشاريع كثيرة أستاذ بخوخة، لكن خلنا نذكر. أي والله المشاهدين بحاجة أن يعرفون عنها، لابد، وهذا كرم منك. هو أول مشروع راح أتقدم أنا فيه لمجلس الأمة. نعم. حق المياه العذبة في الصحراء عندنا. نعم. علشان مستقبلا الأجيال القادمة عيالي وعيالك. نعم. يصدرون هالمياه ويبيعون البطل 20 دينار. نعم. ما هي أحلامك يا أستاذ عتيج؟ هو الواقع أنا آخر حلم حلمته قبل أسبوع كنا نابت لي عصعص وقرون. اللهم اجعله خير. اللهم اجعله خير. سؤال أخير. امتنع عن الإجابة. سيداتي وسادتي، قضينا وقتا سعيدا مع مرشح فريج العتاوية.